بأنه ما حكينا وسورث أختي عليه مدين مشخنة إنه تكثف خامندي وعربي وهاوي راو باسيمة إخوتي أخواتي إحساسنا بانتمائنا القومي لأمتنا الآشورية القديمة والعريقة بآن واحد يتطلب منا أن نقف في السابع من شهر آب لنسلط الضوء على فاجعة أليمة أصابت شعبنا بسبب الجريمة النكراء بحق الأبرياء من أبناء أمتنا في قرية سيميلي في العراق مهد الحضارة وموطن الآباء والأجداد. صعق الآشوريون عندما سمعوا بأن يد الغدر والخيانة قد حصدت أرواح أبناء سيميلي جميعهم جميعا ومعا. الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، يتبادر إلى الأذهان قول الشاعر في موقف مشابه: ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا، عند الشهيد تلاقى الله والبشر. وكيف لا يتلاقى الخالق والناس ما دام الشهداء كثر وهم أبناء قرية هادئة مؤمنة. يا أحفاد آشور، اعتدنا أن نذكر بعضنا بالرمز العظيم شهيد كنيسة المشرق الآشورية القديمة وشهيد الأمة الآشورية قداسة مار بنيامين، الخالد في قلوبنا وضمائرنا وأرواحنا، ومعه الشهداء الآشوريون جميعهم، ومنهم شهيد الوطن والأمة آشور يوسف ميتشو. يا أبناء الحياة، شهداؤنا قهروا الموت لتكتب الحياة لنا، فلنقتدي بهم ولنسر على طريقهم، وشعارنا على الدوام بالعمل المثمر وبالعلم البناء وبالإيمان الصحيح وبالمال المعين وبالسلاح الذي يحمي الحياة ويصون استمراريتها. أحبابنا، بمقومات الحياة التي صنا منها شعارنا، نضمن لأنفسنا البقاء أحرارا. يا أحفاد آشور وسردون وشميرام، لنسر على نهج مشاعل النور، أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تحيا أمتنا وأن تستعاد حقوقنا، لننعم بالحياة السعيدة التي عاش بين ظهرانيها أجدادنا الذين عرفوا بجدارتهم في ماضي أمتنا المشرق والساطع. سطوع الشمس في بلاد ما بين النهرين، تلك البلاد الحبيبة والقريبة من قلوب أحفاد وحفيدات آشور أينما كانوا. يا أبناء أمتنا، يا أبناء أمتنا، بمناسبة عيد الشهداء أقول لهم: أنتم خالدون في قلوبنا ونفوسنا وعقولنا، يا أنبل وأشرف بني البشر. عهدا منا لكم أيها الشهداء أننا سنقتدي بكم وسنسير على الطريق الذي رسمتموه لنا، لأن مستقبلنا مرتبط به أشد الارتباط. ألمنا لما جرى في سيميلي جمع شملنا وجعلنا ننتبه إلى ما هو مطلوب منا لكي ندافع عن أنفسنا ونحمي حياتنا، لنسعى من أجل استرداد حقوقنا أملاً في أن يصبح مستقبلنا.
كماضي أجدادنا العظماء. وفي الختام أقول: لا يموت حق وراءه مطالب. نعم، سنطالب إلى أن ننتزع الحقوق، عندها سنشعر بأننا نستحق أن ندعى أحفاد آشور المعروف بكونه رمز أمتنا وعنوان حضارتنا في تاريخها القديم المشرق. وشكراً لاستماعكم.